باشرت الهيئة العليا للحج والعمرة بالتعاون مع وزارة الصحة مشكورة في جميع محافظات العراق بإجراء فحص الاستطاعة للحجاج المشمولين بالحج هذا العام. الحمد لله يوجد تعاون كبير من قبل وزارة الصحة وتوفير جميع أنواع الفحوصات المطلوبة للحاج. هذا العام الهيئة ارتأت أن تكون هنالك إجراءات أوسع في فحص الحجاج ووقت مبكر، ذلك تلافيا لبعض يعني بعض المرضى واكتشاف بعض الحالات الصعبة في أثناء سفر الحجاج. الحمد لله بالنسبة لمحافظة المثنى باشرنا من يوم الأحد الماضي المصادف 21/1/24 بإجراء الفحص للحجاج، كان هنالك يعني تسهيل كبير من قبل مديرية صحة المثنى مشكورة. اللجنة يتواجد فيها 4 أطباء، طبيب الباطنية وكذلك طبيب الجراحة العامة وطبيب الكسور وطبيب النفسية، بالإضافة إلى وجود يعني مدير مكتب الحج في هذه اللجنة. وزعنا المقابلة للحجاج بواقع حملة واحدة كل يوم، إن شاء الله إحنا يوم 31/1 نكمل فحص جميع الحجاج لحصة المثنى البالغة 486 حاج ل 11 قافلة. تراكم 5 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 تراكم 5